الجماهير الجزائرية تصدم وتحرج بيب غوارديولا على المباشر بسبب الدعم الخرافي من الجماهير الجزائرية للنجم الدولي الجزائري رياض محرز، وأيضا الجماهير الإنجليزية تعلن غضبها رسميا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل بداية لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام. يعني يزال مشاهدين الكل يعلم أن رياض محرز لا يعيش أرقى وأزهى أيامه في نادي مانشستر سيتي، فلهذا يزال مشاهدين رياض محرز حاليا بعد الجماهير التي انقلبت عليه وبيب غوارديولا وفلسفته الغريبة التي هي ضد رياض محرز والذي يحارب بيب غوارديولا نجاح رياض محرز وتألقه، بينما أيضا لاعبين لا يلعبون معه في نادي مانشستر سيتي، فرياض محرز يحس نفسه كلاعب وحيد. وطبعا المباريات الأخيرة بدأ يدخل في مباريات وكأنه لا يريد اللعب لأن عليه ضغط كبير. المهم يزال مشاهدين كل هذه الأشياء وكل هذه يعني العوامل التي هي كلها ضد رياض محرز، هنالك عامل وحيد وواحد وأوحد أعزائي المشاهدين قلب الموازين، ألا وهو أن النجم الدولي الجزائري رياض محرز قد توج رسميا بأفضل لاعب في السنة لنادي مانشستر سيتي، أفضل من كيفن دي بروين، أفضل من رحيم ستيرلينج، أفضل من حتى كون أجويرو، وأفضل حتى أعزائي المشاهدين من جابرييل جيسوس وفيران توريس وفيليب فودن. إذا مشاهدين قد عملت لكم فيديو في الأيام الأخيرة الماضية، يعني عملت لكم فيديو لتصويت عن النجم الدولي الجزائري رياض محرز، وقلت لكم أن هذا التصويت مهم. أنا عملت لكم ذاك الفيديو وقلت بلي أنه في نفسي ما راحش رياض محرز يفوز لأنه كيفن دي بروين لديه شعبية كبيرة، ولكن بفضلكم أعزائي المشاهدين وبتصويتكم أنتم وبدعمكم الخرافي استطاع رياض محرز بفضلكم أعزائي المشاهدين أن يصبح ويتحصل على هذا اللقب أفضل لاعب في نادي مانشستر سيتي، أفضل من كيفن دي بروين وكل من عصابة نادي مانشستر سيتي. تخيلوا أعزائي المشاهدين، كيفن دي بروين الذي حقق نتائج كبيرة هذا الموسم وترشح للعديد من الجوائز، رياض محرز أفضل منه. وطبعا الجماهير الإنجليزية أبدت غضبها وذلك بشكل كبير، سنتطرق إلى هذه الأمور وسنتطرق حتى على المقال الذي لم يعجب الجماهير الإنجليزية والذي كان فيه نوع من الحقد على رياض محرز. فأولا يعني كبداية أود أن أشكر الجميع من صوت والجميع من شارك ذلك الفيديو مع أصدقائه ومن يعني أرسل يعني رابط تصويت عن نجم الدولي الجزائري رياض محرز في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه في هذه الفترة رياض محرز راه يحتاج دعم الجزائريين. يعني كل الجماهير الإنجليزية ضد رياض محرز، يعني كل الكل ضد رياض محرز فقط الجماهير الجزائرية، وبقوتكم أعزائي المشاهدين وبدعمكم الخرافي استطعنا أن نحقق هذا الشيء لرياض محرز، وأيضا أن نعطيه دفعة معنوية وجرعات معنوية كبيرة في هذه المباريات القادمة وبهذا اللقب الجديد الذي صدمنا به بيب غوارديولا. متأكد من هذه الكلمة، وأنا متأكد من أن بيب غوارديولا حاليا محرج بشكل كبير، لانه كل ما يهمه هو رحيم ستيرلينج، وانا متاكد اعزائي المشاهدين انه كان ماذا به بيب غوارديولا يفوز يعني رحيم ستيرلينج او كيفن دي بروين بهذا اللقب، ولكن كان العكس هو رياض محرز. فشكرا لكم، وننتقل اعزائي المشاهدين لما صرحت به مواقع نادي مانشستر سيتي. كما تشاهدون الموقع الاول الا وهو مانشستر ايفنينج نيوز الذي هو خصص لنا هذه المسابقه وهذه الجائزه، طبعا صرحوا قائلين بريكنج نيوز رياض محرز از ذا وينر، يعني باللغه العربيه اعزائي المشاهدين رياض محرز هو الفائز بجائزه هذا الموسم في نادي مانشستر سيتي وهو افضل لاعب من بين زملائه. وطبعا نشرت يعني مقال مطول وعنونت فوقه التفاصيل الكامله لنتيجه الصدمه هنا، يعني زي المشاهدين راهم مصدومين بما ان يعني كيفاش هذا اللاعب توج بهذا اللقب. يعني المشاهدين كما قلت لكم كيفن دي برون حقق العديد من الارقام، الا ان هذا اللاعب كان مظلوم وما كانش يقدم مباريات كبيره، رغم انه قدم هاتريك في المباريات الماضيه، الا انه في بعض المباريات ما كانش يقدم مباريات كبيره، واعطيتكم الاسباب يعني الضغط الجماهيري كبير وبيب غوارديولا واللاعبين لا يلعبون معه الكره، فلهذا يعني كانت صدمه للجماهير الانجليزيه. فطبعا كما تشاهدون هاي بعض التعليقات من الجماهير الانجليزيه، يعني مصرحين وضحكوا يعني وقالوا كيف هذا اللاعب يعني توج بهذا اللقب، كيف ومتى والى اين، يعني هذا اللاعب لا يستحق هذا اللقب. كما تشاهدون تعليقات يعني فيها كراهيه كبيره، ما زالت جماهير نادي مانشستر سيتي غاضبه من رياض محرز بما انه صوت لكيفن دي بروين في المرتبه الثالثه في جائزه ذا بيست. كما تشاهدون يعني قائلين هل هذا حقيقي، وقائلين ايضا يجب علينا حظر التصويت من الجماهير الجزائريه، يعني في الاحلام يعني
يعني احنا هما اللي رانا مطلعين كما نقول السوشيال ميديا لنادي مانشستر سيتي، فمستحيل ان يعملوا هذا الشيء. وطبعا كانت هذه صدمه للجماهير الانجليزيه وصدمه لبيب غوارديولا ولجميع الطاقم في نادي مانشستر سيتي ولجميع حقود وكاره عن رياض محرز. المهم شبكه مانشستر ايفنينج عنونت كالاتي: المشجعون يقدمون جائزه افضل لاعب في العام بعد فوز كيفن دي بروين لاعب نادي مانشستر سيتي بالعديد من الجوائز، يعني كما تعرفون. فطبعا قائلين: هنالك بعض الاشياء التي لا يستطيع كيفن دي بروين القيام بها، ويعني افضل لاعب في نادي مانشستر سيتي، يعني هو افضل لاعب في نادي مانشستر سيتي بلغه الارقام، ولكن رياض محرز بتصويتكم هو افضل لاعب حاليا بشكل رسمي، يعني هذا التصويت وهذه الجائزه تغلب لغه الارقام حاليا. بينما صرحوا قائلين: وايضا افضل لاعب في الدوري الانجليزي ممتاز الا وهو كيفن دي بروين. المهم قائلين ان كيفن دي بروين سجل العديد من الاهداف وايضا قدم 11 تمريره حاسمه. ايضا قائلين ان رحيم ستيرلينج هو الاخير ايضا يقدم مباريات كبيره ويسجل اهداف ويقدم تمريرات حاسمه، ولكن بدلا من ذلك افضل لاعب في نادي مانشستر سيتي لعام 2020 هو رياض محرز الذي فاز بالتصويت الذي يعني بشكل مريح بفضلكم انتم اعزائي المشاهدين. انا صنعت ذلك الفيديو ووريت لكم طريقه يعني وشرحت لكم طريقه التصويت، وانتم يعني كانت لديكم كلمتكم، انتم من صوتتم فشكرا لكم. وطبعا قائلين ايضا كان اداء رياض محرز جيد هذا الموسم، افضل موسمه في 2020-2019 بقميص سيتي، في هذا العام سجل 11 هدف مضيفا 6 تمريرات حاسمه الى اسمه مع اداء مؤثر ضد ريال مدريد ومانشستر يونايتد وبيرلي، اظهر ما يمكن ان يقدمه عندما يكون في صداره مستواه. وقائلين اثبت الجناح يعني نفسه كخيار اول في الجناح الايمن بعد موسم اول صعب، واستمر ايضا في قياده الجزائر المنتخب الوطني الجزائري بعروض رائعه كما تشاهدون. وايضا قائلين مع ذلك فان فوز رياض محرز على كيفن دي بروين يمثل مفاجاه كبيره بالنظر الى المستوى والاداء المذهل الذي قدمه صاحب القميص 17 يعني كيفن دي بروين، كما افتقر البلجيكي ايضا الى التقدير بين الجماهير حول الدوري الانجليزي الممتاز في التصويت الوطني. ايضا مهم رياض محرز اسكت واخرس جميع النقاد في انجلترا بفضلكم انتم، وهذه يعني كما قلت لكم اعزائي المشاهدين راح تعطيه يعني تحفيز كبير في المباريات القادمه، وعندما يبدا اساسي ان شاء الله راح يقدم مباريات كبيره، خاصه انه هذا التصويت وهذه الجائزه جاءت في ظل يعني تصريحات كل من يعني محمد ابو تريكه الذي صرح انه رياض محرز اعزائي المشاهدين يجب عليه الخروج، وايضا انه يضيع الوقت حاليا في نادي مانشستر سيتي. وصرح قائلا ايضا لكي اذكركم اعزائي المشاهدين، صرح قائلا مشكله رياض محرز مع بيب غوارديولا انه لا يلعب بصفه استمراريه، لما يلعب رياض محرز ويظهر بشكل سيء يعني نعطي غوارديولا كل الحق، لكن رياض محرز يلعب ويتالق وغوارديولا يعاقبه بعد تالقه، يعني يعاقبه حتى كي يتالق. محرز يحتاج استمراريه والثقه والحريه في الفريق، فهو من نوعيه اللاعبين الذين يجب ان يبقي قدميه يعني في الملعب. محرز مصدر خطوره في السيتي وبقاؤه في نادي مانشستر سيتي بهذه الوضعيه هي تضييع للوقت فقط. وايضا كشف لنا ايضا كما شرحت لكم في فيديو سابق ان رفيق صيفي لاعب المنتخب الوطني الجزائري السابق صرح انه تكلم رسميا وشخصيا مع رياض محرز، ورياض محرز قال له باللي انه ما راش عجبتني الوضعيه في نادي مانشستر سيتي، وصيفي نصحه بالرحيل. اعزائي المشاهدين دعمكم لرياض محرز، وايضا هذه التصويتات جاءت في وقتها من اجل رفع معنويات الساحر الجزائري رياض محرز. وننتقل الى الخبر الثاني الذي هو اعزائي المشاهدين اعطيكم تشكيلات نادي مانشستر سيتي امام ارسنال في مباراه الكاراباو كوب التي ستلعب غدا على الساعه 9 بتوقيت الجزائر، فاتمنى لكم فرجه ممتعه. الصحيفه الاولى وهي سبورت مول صرحت لنا قائله: في حراسه المرمى ستيفان، بينما في خط الدفاع ماندي اكي ستونز وكانسيلو، في خط الوسط رودريجو فرناندينيو وفيل فودن، في خط الهجوم توريس كجناح ايسر واغويرو ك رأس حربة ورياض محرز كجناح أيمن. يعني راهم متوقعين أن رياض محرز راح يكون أساسي بعدما تم تهميشه لمبارتين على التوالي. بينما جريدة إيفنين ستاندر صرحت لنا قائلة: في حراسة المرمى ستيفان، بينما كانسيلو ستونز أكي ماندي كخط دفاع، خط الوسط غاندوغان وأيضا فرناندينيو وأيضا فيليب فودن، رياض محرز توريس وأغويرو كخط هجوم. فانتم قولوا لنا في صندوق التعليقات ما رايكم، هل تعتقدون ان رياض محرز سيكون اساسي خاصه في ظل انه كما شرحت لكم في الفيديو السابق انه ارتيتا هو في محل الاقاله، فاذا تالق رياض محرز في هذه المباراه وسجل عليهم هدف او ساهم في تمريره حاسمه راح يتم اقاله هذا المدرب وذلك بشكل رسمي، لانه حقق مستويات يعني كما نقول اعزائي المشاهدين منحدره جدا وحاليا في محل الاقاله وكل مباراه راح يخسرها، وطبعا هو في المرتبه 15 في ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز. وطبعا قولوا لنا اراءكم في صندوق التعليقات، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.